أه؟ أنت اللي تجلس تتصل؟ أه؟ أقول لك أنت اللي تتصل، أنت اللي تجلس تمسك تتصل كل يوم. أه أنا اللي أتصل. أيوة. هل اللي يكتبوا السؤال والجواب؟ هم يكتبوا الإجابات وأنت تتصل. أه. متقسمين الأمور ها؟ أه. واحد يكتب واحد يتصل. ها كذا رجع. أيوة طيب ولو فزتم بالجائزة لمين الفلوس الآن؟ ما نتقاسم به. كيف بتتقاسموها؟ 10 ب10 ولا 25 25. لا انت شل الكثير، انت لك شل الفلوس الكثير لك انت. ايوه انت شل لك 12000 بس لان عمرك 12، خذ لك 12 ان شاء الله بعدين سهل. طيب بتفوز ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب السؤال ال 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 أيوة. انا بسالك السؤال تعالي. تمام. شوف اهالي هذا السؤال بيكون صعب عليك. طيب اهالي المنطقه، اهالي المنطقه اللي ساكن فيها الخاله زعيمه كيف يعيشوا؟ على ايش يعتمدوا هم؟ على ايش يعتمدوا؟ على ايش يعتمدوا اهالي المنطقه؟ يعتمدوا على ال على ايش؟ على المعونات والمنظمات. لا هذول اللي هم يعني اللي ما فيش معاهم بس هم. طيب خلاص اغير لك السؤال، اغير لك السؤال. انت تفرجت القصه ولا لا؟ تفرجت. انت تفرجت. الخاله زعيمه هي عايشه لوحدها هي وبنتها بس صح؟ زوجها وينه؟ مات الله يرحمه. مبروك لك 50000 يا جياد. الله يبارك. يلا خذ لك 24000. تمام مبروك مبروك.